السلام عليكم، اهلا بكم مره ثانيه. النهارده هنعمل رز معمر. طبعا الوجبه دي مالهاش دعوه بخساره الوزن نهائيا، بس هي مفيده جدا، اللي هي عناصرها بجد مفيده جدا. اول حاجه في الرز المعمر هنحط طبعا الرز، ده 3 كوبايات رز، ونحط 3 كوبايات لبن. ولو عايزين يستوي اسرع ممكن ندفي اللبن، ومش شرط، بس لو عايزين احنا بنتكلم عايزين نخلي الاكل يستوي اسرع. كوبايتين ميه، معلقه ملح، كمان معلقتين كبار سمنة، هنقلبهم مع بعض كويس. بعد كده نحط القشطة، عندنا حوالي معلقتين كبار قشطة برضو. حاجة زيادة اوبشنال، عندنا جبنة موتزاريلا نحطها برضه على الوش. هندخلها الفرن على درجة حرارة 200 مثلا لمدة 10 دقايق، بعد كده ننزل الحرارة 180 ونسيبها حوالي 30 دقيقة أو 35 دقيقة كمان. ندخلها الفرن ونرجع لك تاني. برضه فرن الحطب، فهنعمل ايه؟ هنخليها جنب النار 10 دقايق، بعد كده هنخليها بعيدة عن النار 30 دقيقة كمان. بس رز معمر وهي كبار، وكده استوى. طبعا انا نفسي ادوقه، بس الموضوع مش امكانياتي حاليا. انا متاكد ان هو حلو، يعني ان شاء الله باذن الله يعجبكم، واشوفكم المره الجايه ان شاء الله.